الدنيا صباح الله يصبح الجميع بالخير. يعني good morning for everybody in this morning of Saturday the 29th of June من على شاطئ بحر ستاتن آيلاند المحيط الأطلسي. طبعا بصور لكم هذه المنتزهات الجديدة التي تعملها وعملتها بلدية نيويورك. هذا من على سوا Amazing Deli. ومنطقة سيفيو، شارع سيفيو، شارع جامعة ستاتن آيلاند، مستشفى الجامعة. لسه لا يزال العمل جاري على تحسين المنطقة. This area is closed. الطقس جميل جدا إذا ما شتت، بس مبين الجو مغيمة. وشوفوا، لاحظوا هذه المرأة على هذا الصباح جاي تدهن. الله أكبر، هذه اللي شفتها أنا قبل 3 أيام في منطقتنا تحت وبتدهن. هيها بتدهن قاعدة في الدرابزين اللي على ممشى الخشب على هذا الصباح. بارك الله فيها وأعطاها العافية، متطوعة. هذه في بلادنا إذا حدا شافها بقول عنها مجنونة، بيتهموها بالجنون، والجنون فنون. هيها في الشورت وتلاقيها جاي بدهانها هي معها. الله يكون معها ويكثر من أمثالها. شايفيا هذا سيفيو أفينيو على ساوث بيتش، وفي منطقة مستشفى ستاتن آيلاند، مستشفى الجامعة، جامعة ستاتن آيلاند. يلا